رجعنا مرة تانية مشاهدينا، وصلنا مع بعض دلوقتي لفقرة العربيات، ومعايا النهاردة أعضاء فريق كامل من أبطال رياضة سباق السيارات، ويعتبر ده أول فريق مصري لسباقات السيارات. معانا الأستاذ محمد جمال وهو مدير الفريق، معانا المتسابقين أحمد حمادة ومحمد حمدي. أهلا بكم معانا ومنورين، مساءكم سكر زيادة. ابتدي مع استاذ محمد جمال، وعايزين نعرف فكره تكوين الفريق بدات امتى وازاي. بس هي الفكره كانت عندنا انا وليا صديق اسمه مدحت بدوي، الفكره كانت عندنا من سنه 2001 ان احنا هيبقى عندنا فريق مصري يطلع يسابق في البطولات الدوليه. تمام. فكنا عشان نبتدي رياضه السيارات هي لازم تبتدي من الكارتينج، فاسسنا ساعتها اول فريق كارتينج برضو كان اسمه ايجيبشن كارتينج كلوب. تمام. ممكن تقول لنا برضو نبذه سريعه عن الكارتينج اللي هو العربيات الصغيره؟ هي عباره عن عربيات صغيره حجمها صغير جدا، ما فيهاش سسبنشن او الات تعليق، ادوات تعليق للعربيه، عباره عن شاسيه حديد معمول مواصفات معينه وفقا للاتحاد الدولي للسيارات، واربع جهات وموتور قوته صغيره تبتدي الناس تتعلم عليها. وهي الميزه طبعا في الكارتينج ان الرياضه دي بتبتدي من فئه عمر اول اربع سنين. من اربع سنين؟ يعني من اربع سنين ممكن يبتدي يتعلم، خمس سنين يبتدي شويه، ثمان سنين يبتدي يخش في بطولات محليه، 13 سنه يخش في بطولات دوليه، لحد ما نوصل ممكن ل 50 60 سنه ممكن الواحد يشارك فيها. ولو حد عايز ينضم يشترك في رياضه الكارتينج يوصل لكم ازاي؟ بص، طبعا ممكن يكلمني فيكلمك فهيعرف تعرف تجيب له سهوله جدا. الحاجه الثانيه، احنا عندنا في مصر هنا في مجموعه من التراكات الكارتنج الموجوده، عندنا في ثلاث تراكات في شرم الشيخ، في تراكين موجودين في الغردقه، وان شاء الله احتمال يبقى في تراك كمان موجود في القاهره قريب. فاي حد ممكن يروح اي تراك من التراكات ديت ويسال، هيبقى في سكول هناك او في مدرسه لتعليم السواقه، ونبتدي احنا كفريق بقى برضو كسباقات سيارات نبتدي نبص على التراكات ديت ونبتدي ننقي منها المتسابقين. ويب سايت او حاجه على في ويب سايت بتاعنا دلوقتي بتاع الفريق، هو اندر كونستراكشن بس ان شاء الله في خلال ثلاث ايام يكون شغال، اسمه www.ertmd.com. تمام. طب واحمد ومحمد، عايز اعرف انتوا بداتوا برضو بالرياضه الكارتينج ولا دخلتوا على طول في السباقات الجامعه؟ ابتدينا لازم في الموضوع السباقات ده، الكارتينج ده هو البيسك والانتري ليفل، ده هو ده الاساس لكل السباقات والحاجات دي كلها. احنا ابتدينا برضو من الكارتينج من سنه تقريبا 2002. كان عندك كام سنه تقريبا؟ اول لما ابتديت كان عندي تقريبا 15 سنه. اول لما ابتديت اخش في الرياضه واسافر واتصل مثلا بقرايبي يوصلوني عشان هم كانوا معاهم عربيات يوصلوني لحد مثلا تراكات انا اقدر اسابق وكده. طب ومحمد برضه عايز اعرف ايه اللي جذبك للرياضه دي؟ ايه اللي خلاك تحب الرياضه دي وتمارسها؟ انت بداتها برضه عندك كام سنه؟ من عندي 13 سنه. 13 سنه. عامه انا بحب الثريل او الاكسايتمنت بتاع سواقه العربيات، يعني في ولاد بيحبوا الكوره وفي ولاد بيحبوا العربيات. أنا صحيح، هو اي طفل صغير يا كوره يا عربيات. بالظبط كده. فانا بحب العربيات، وكان عندي المجال اللي هو بتاع الكارتينج تراك، كنت بروح اسوق عامه زي كل يوم ولا حاجه. فبدأت في الكارتينج ولقيت نفسي ماشي كويس، في ناس شجعوني زي محمد جمال واحمد حماده وحامد وكده، فلقيت نفسي ماشي كويس في الكارتينج فكملت، يعني هي جذبتني. طب مفيش خطوره على المتسابقين خاصه ان هم بيسوقوا في سن صغير والسرعات بتبقى عاليه؟ مفيش اي خطوره ممكن حادثه تحصل؟ بنشوف حوادث احنا في الاخبار وحاجات زي كده، حوادث مميته. بنشوف حوادث مميته جدا في الموتور سبورت، بس هل في درايفر بيحصل له حاجه او في متسابق متسابقين في حاجه؟ في وسائل امان، وسائل امان بتبقى عاليه جدا. عندنا في التراك نفسه على ثلاث حاجات، التراك نفسه في وسائل امان، اذا كانت عوامل الامان في منطقه ران اوف اريا، منطقه الباريرز الموجوده كحمايه عشان العربيه خبط فيها. ثانيا بعد كده تيجي العربيه بيبقى ليها مواصفات معينه في التصميم بتاعها، لازم وفقا لمواصفات الامان بتاعت الاتحاد الدولي للسيارات عشان تحافظ على الدرايفر نفسه. وفي الثالث حاجه بتيجي بقى نفسها السيفتي ميجرز بتاعت الدرايفر نفسه، يعني الدرايفر نفسه بيبقى لابس ريسنج سوت فاير بروف تحميه من حاجات كتير، بيبقى لابس الهلمت الحريق والحاجات دي، لابس نيك سبورت، كل الكلام ده كله عوامل امان. اكيد اكيد هي عوامل امان اكتر ب 200% عن السواقه في الشارع المصري. هذا رايك، هذا رايك. طب خلينا نتكلم على العربيات نفسها، يبقى مواصفاتها ايه؟ الموتور بتاعها ليه مواصفات معينه او حاجه؟ العربيات اللي احنا كنا بنسابق فيها في البطوله بتاعت قصدك على الكارتينج ولا؟ الكارتينج بيبقوا في كاتيجوريز كتير قوي، في الانتري ليفل اللي هو بيبقى مواتير 6.5 حصان، في 9 حصان، وفي الورتكس اللي هم 28 حصان. بس المواتير اللي احنا كنا بنسابق عليها في البحرين دي عربيات مختلفه اكبر، دي زيب فورمولا، شاسيهات كبيره،
مواتير 1.6 زي تك طبعا كاتيجوري اعلى بكتير قوي, برفورمانس اعلى بكتير قوي على مستوى عام. والعربيات دي موجوده في مصر ولا انتوا بتسافروا بحرين تتدربوا عليها وترجعوا ولا ايه؟ لا انا بنسافر بحرين نتمرن عليها. يعني مش موجوده في مصر؟ ما فيش بتالي تراكات موجوده في مصر عشان تتدربوا عليها. للاسف ما عندناش لسه في مصر تراك نقدر نمارس عليه الرياضه, فبنضطر دايما بنسافر البحرين او بنسافر بعض التراكات في اوروبا نتمرن عليها حسب نوع التريننج اللي احنا محتاجينه. طب عموما احنا عايزين نتعرف اكتر على شكل التدريبات بتاعتكم تبقى عامله ازاي, وعايزين نعرف برضو وظيفه مدير الفريق ورئيس الفريق بيعملوا ايه بالظبط. بس احنا معانا تقرير في انجازات الايجيبت ريسنج تيم, نشوف انجازاتكم ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه. Rap hustle is when you locked out. You can't get on a stage, you can't get the studio, you can't do what you're doing best, and you're feeling bad pressure. The rap hustle.